مبروك لكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، طبعا فوز مهم وثلاث نقاط اكثر اهميه بالنسبه للنادي الاهلي في مشواره في بطوله الدوري، وايضا فوز كبير بنتيجه 5-2. معايا في هذه اللحظات كابتن احمد ايوب المدرب العام للنادي الاهلي. كابتن ايوب ببارك لك، فوز كبير وعريض النهارده بنتيجه 5-2، لكن عايز اخد تقييمك لاداء الفريق النهارده. لا بقول الحمد لله، مكسب مهم، ثلاث نقط مهمين في مسيرتنا في الدوري، ده بتوسع الفرق بينك وبين الاسماعيلي، بتكمل في الصداره بشكل كبير. يعني هي مباراه كبيره، كانت مباراه اكيد صعبه، احداثها يعني كتيره وكبيره، سواء سهله وصعبه وفيها اثاره. يمكن كان ممكن المباراه تتقتل الشوط الاولاني تماما وما يكونش في امل للمقاولين، لكن هي كره قدم، انت بتجيب هدفين بتضيع، فريق المقاولين بيجيب هدف في نهايه الشوط الاول بيديله امل انه يدخل الشوط الثاني، وعنده امل كبير انه يتعادل من ضرب الجزاء، اتعادل اموره صعبت علينا اكتر، ولكن الحمد لله يمكن تغييرات والتزام اللعيبه بعد كده واصرارهم على المكسب كان موجود، بتجيب ثلاث اجوان وبتكسب خمسه، فالحمد لله يعني مكسب مهم وثلاث نقاط مهمين الحمد لله. كابتن ايوب، يعني من وجهه نظرك شايف ليه الاداء تراجع بعد احراز الهدف الثاني، وده كان سبب في ان فريق المقاولين يتعادل والامور يمكن اتصعبت على النادي الاهلي شويه؟ الاحداث في المباراه رايحه وجايه، لكن انا بقول لك انت في البدايه جبت جولين، يمكن كان في تهاون بعض الشيء، ممكن يكون اللعيبه حست ان المباراه خلاص انتهت، ولكن كره القدم ما فيهاش كده، جالنا اكتر من فرصه ما كانش فيها توفيق، ولكن فريق المقاولين قدر يعود، فرقه كبيره وعندها لعيبه تقدر برضو تعود في اي وقت، عشان كده جون واثنين، لما يجي لك فرصه تجيب التالت هات، لما يجي لك فرصه تجيب الرابع لازم تجيب، لان احداث المباراه فيها متغيرات وجون بيجي في ثانيه، ولكن الحمد لله يمكن بعد التعادل استحواذ ووصلنا للجون ضيعنا وجبنا، وفي النهايه هي مباراه بثلاث نقاط خدتهم والحمد لله. بعد مباراه النهارده النادي الاهلي احرز في بطوله الدوري 55 هدف، معدل تهديفي رائع مختلف عن السنه اللي فاتت، اسباب ارتفاع المعدل التهديفي بالنسبه للنادي الاهلي السنه دي من وجهه نظرك كيف؟ لا اكيد يعني في شغل في النواحي الهجوميه مع اللعيبه بيتم بشكل كبير، عندنا سرعات في الخط الامامي دلوقتي، عندنا بنخلق فرص كتير، عشان كده طول ما انت بتخلق فرص في اي وقت بيجيب جون، عشان كده يعني احنا جبنا 55 جون بس اعتقد جالنا يعني 255 فرصه او اكتر، يعني فرق 14 نقطه دلوقتي، شايف ايه؟ يعني انا بقول الحمد لله لسه 11 مباراه، فكر في كل مباراه على حده، يهمنا نكسب كل مباراه وبعدين نشوف لكن قربنا يا كابتن ايوب. يعني ان شاء الله، يعني ان شاء الله بنحافظ على الصداره لحد ما نحسم بطوله الدوري ان شاء الله. شكرا.